السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع الهامسترينج تندونز او تار الهامسترينج عضلة الهامسترينج. الهيستوري هامسترينج تندونز are usually torn when the patient sprints suddenly from cold, unprepared or fatigue. It may occur in an athletic who has had a previous injury or has congenitally short hamstrings, or a non athlete who runs for bus or plays an accustomed sport, for example cricket. عضلات الهامسترينج أوتارهم غالبا يحصل فيها شد. احنا الحين احنا بنتكلم بطريقة مرضية يعني. تعرض للمريض يعني لجهد عضلي، وممكن يحصل في الناس الرياضيين ينصابوا في هذا المكان في العضلة في الوتر إصابات متكررة، أو تكون كونجلتي يكون وراثي، يكون في قصر في عضلات الهامسترينجز. أو من الناس اللي يجروا مسابقات الجري اللي سووها يجروا كتير يعني، زي مثلا الرياضة كمان اللي هي الكريكت. السلايد اللي بعده، الشريحة اللي بعدها، حنشوف عضلات الهامسترينجز والأوتار حقتهم. هي تقريبا 3 عضلات. يلا، عضلات الهامسترينج ماسلز. الصورة الأولى رقم 1، شايفين الهامسترينج ماسلز ماشيين عليها، وهذه الهامسترينج تندونز شايفين مأشر عليها برضو أوتار الهامسترينجز. الصورة الثانية هامسترينج ماسلز، أول واحدة بايسبس فيمورز، تاني واحدة سيمي تندينوسس، ثالث واحدة سيمي ميمبرنوسس. هذه 3 عضلات هي بتكون الهامسترينج ماسلز. اخر صورة رقم 3، هامسترينج ماسلز هامسترينج تندونز، شايفين التندونز حقت الـ3 عضلات هذه الهامسترينج تندونز او تار الهامسترينج اللي هي صورة رقم 3. يلا نتقع سيد الوالد وخليكم تتشبع وكذا وتطلوا في الصور. خلاص اوكي، يلا ننتقل على السيد الوالدو. Pain is usually sudden stopping pain in the back of the thigh, but there may be a gradual onset of twinges which develop into constant pain. For example, spironator with a bad technique may develop chronic strain. Side, the ischial attachment is often injured. Less often, the distal tendons may be injured. Complete rupture of the tendon is rare because the muscle tissue usually tears first. الألم، إنه الألم بيحصل غالبا فجأة، زي الوخز، بيكون في ألم وخز اللي هو خلف الفخذ، وتدريجيا بيزيد الوخز هذا، يكون ألم ساكن، زي مثلا اللي هم يشاركوا في عدائين اللي حق رياضات المشي وزي كده، يمشي مثلا طريقة غلط ممكن يأثر بعد كده على هامسترينج ماسلز. السايت، المكان، الاسكيال متصل بالاسكيال اتاشمنت هي غالبا يحصل فيها انجري. قليل من الديستال تندونز والاوتار البعيدة،
ممكن تصاب complete rupture في التندون، تمزق كامل في الوتر نادر، لأنه المصل نسيج المصل غالبا ما يكون فيه شد. أول شيء هي تقريبا زي الكلينيكال فيتشرز، يعني زي توضيح للأعراض، بس الأعراض عارفينها اللي هي أعراض التندونز لما يحصل في سويلينج، بالبيشن، ممكن إذا حصل في تمزق يعني، ألم، loss of function اللي هو نفس الوتر هذا بيفقد وظيفته من الحركة، يعني يكون في limited في الحركة. بيكون في زي الارتخاء في العضلة، انتقل للسلايد اللي بعده. Management following an acute injury, a bandage may be applied to the thigh and the limb is rested. طبعا كيف يعني نعالج هذا الشيء؟ زي علاج بالضبط الأكيد انجري في التندو، خلاص يعني بنحط البانديش شراب الضغط على الثاي على منطقة الفخذ، ونريح نعمل راحة للم، يعني مثلا ما تتحرك ارتاح السرير، ريح رجولك، elevation ارفع رجل. طيب الفيزيوثيرابي this follows the principle applied in case of muscle tissue injury. Chronic strain is treated with ultrasound frictions, deep and accurate stretching, first passive then auto stretches, hold relax may be used to lengthen the muscle component. The cause poor technique or posture must be identified to prevent further stress. الفيزيوثيرابي نتبع نفس الخطوات اللي هي في المصل في اللي هو إصابات أنسجة العضلة. في الحالات الشد المزمنة يعالج بالألتراساون مكان التندون مكان الوتر، أنا بمشي عليه جهاز الألتراساون، ومساج الفريكشنج الدعك بعمق وسطحية، يعني بعد كده الستريتشنج تمارين الإماطة بتكون باسيف عن طريق المعالج، وبعد كده اوتو ستريتشز بعد كده انه المريض برضه هو اللي يسويها تمارين الإماطة، بعد كده تمارين الهولد اند ريلاكس، يعني سوي الحركة امسك هذه الحركة مثلا عدد معين 1 2 3 4 5 اعد، وبعدين يقولوا يلا ارخي، وعلى ده الحال لتقوية تطويل العضلة وتقويتها. واسباب اللي بيحصل في الهاماسترينج تيندونز بسبب مثلا الجلسة الغلط، الحركة الغلط، الوقفة الغلط، الشيل الغلط، فيبان نبتعد عن الاشياء اللي تؤدي الى ايه، الى ضرر وضغط على ايه الهامسترينج تندونز. كده خلصنا الدرس اليوم مره قليل لانه يعني مختصر، خلاص احنا عرفنا في التندون الاعراض كيف لما يكون في سويلينج ايش نسوي، نعمل إليفيشن، نرفع الجزء المصاب، الليمب المصاب، الطرف المصاب، بنحط بانديج في الأول راحة، بعدين تدريجيا نبدأ المريض يمشي أول شيء بدون وزن، بعدين بنص وزن، بعدين بوزن كامل، استخدم الكراتشز، استخدم العصا في المشي، بعد كده نقوي العضلات، نسوي تمارين التقوية، تمارين الإماطة، تمارين التقوية بالأوزان أو بال المانوال ريزيستنس مقاومة يدوية عن طريق اليد، يعني عارفين وتقنين
تقوي ال upper limbs، نقوي عضلات ال upper limbs. ليش؟ عشان لما المريض يحمل العصا يقدر يعني يمسك العصا وبيمشي بيها، عرفتوا كيف؟ ومكان الإصابة في البداية حيكون في كاستنج، حيكون المريض في جبس، أو ممكن يحطوا له external fixation، ممكن يحطوا له معدن شيء زي كده يثبتوا بيه الوتر أو الرباط أو الوتر أو الرباط أو العضلة نفسها، أو يسووا خياطة. خلاص، كل هذه الأشياء تنحط في التثبيت في فطبعا وقت العلاج الطبيعي وقت الجبس. بس نسوي static exercise، تمارين تقوية ثابتة. ثابتة بمعنى ما أحرك الجزء بس، أعمل انقباضة في العضلة، وبعد كده أحرك كل الأجزاء التانية المتاحة لي، أحركها حركة عادية، تمارين عادية. بعد الكاستنج نبدأ نسوي تمارين، برضو نبدأ نسوي التمارين الإماطة، تمارين التقوية، تمارين اللي هو طبعا مدى الحركة يكون كامل تدريجيا، نشيل الألم، نحط آيس، بعدين نعمل بالألترا سام، ممكن نحط إلكتريكال ستيمولايشن، نسوي كمان مساجينج، عرفتوا كيف؟ كل هذه الأشياء بتنعاد مع كل درس، عرفتوا كيف؟ طيب، تسجيل صوت مع عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مع عبد الله فطاني، وأتمنى من الله عز وجل يتقبل عملي هذا بأحسن القبول وصواب بإذن الله راجع، يعتبر كصدقة جاية اللي حنشر في النت. فسبب بإذن الله مرام فطاني وعيلتها وأهلها والمسلمين الأحياء منهم والأموات. أحاول قدر المستطاع أن أكون خليفة الله في الأرض. I'm trying my best to be Allah's successor on the earth and I'm gonna put it on the net so it will be like صدقة جارية. So the good marks goes to مرام فطاني, her family, relatives, all Muslim people, alive and dead people. Thank you very much. Facebook name Maram Abdullah Fatani.